ومنطقة المرج محرومة من المساعدات منذ 7 سنوات. المساعدات دخلت لتكملة وقف إطلاق النار، علما أنه منطقة المرج كان بالأصل عددها حوالي 40,000 نسمة، 40,000 عائلة، واليوم موجودة فيها عائلات 10,500 عائلة. دخول أول قافلة مساعدات من الهلال الأحمر إلى بلدة نشابية منطقة المرج، وتم استقبالها من قبل أعضاء المجلس المحلي لمنطقة المرج وبلدة نشابية. بلغ عدد السيارات الداخلية حوالي 17 سيارة محملة بمواد غذائية وطحين وفوط صحية وأدوات منزلية وحقائب مدرسية للأطفال. والله اجانا وجبات من الهلال الاحمر، شوفت عينكم، وعم ننزلهم هلا مشان نوزعهم على الاهالي، ويمكن ان شاء الله اذا صدقوا على الكليشه موجود المواد اللي موجوده فيها رز، فيها زيت، فيها سكر، المواد الاساسيه اللي بيحتاجها المستهلك يعني.